رسميا بكره هيكون اول ايام الشتاء، يعني كل اللي فات ده كان بروفا، كان برومو، كان شويه تقلبات في الطقس، شويه عدم استقرار في الاجواء، شويه امطار خفيفه، لكن الطقس الشتوي الحقيقي الرسمي طبقا لموسم الشتاء هيبدا من بكره. الناس اللي بتحب الشتاء، الناس اللي بتسمع فيروز وبتحب هذه الاجواء، خليها تجهز مج نسكافيه بتاعها وتستمتع باجواء لطيفه ان شاء الله في شتاء هذا العام. والله يا مصطفى في ناس كتير تقعد تقول انا بحب الشتاء، طول الصيف عمالين يقولوا امتى يجي الشتاء، ومع اول لسعه برد تلاقيهم قاعدين ماسكين كوبايه اليانسون الدافي ولا كوبايه الجنزبيل وعلاج الانفلونزا جنبهم، وقاعدين كما شوفوا البيت وما بيستمتعوش باجواء الشتاء. خليني برضه اقول لك ان الشتاء السنه دي فعلا يعني افضل حالا من شتاء السنه اللي فاتت، يعني هم لا بس قالوا كده، توقعات الرسميه بتقول ان شتاء هذا العام اكثر دفئا من شتاء السنوات الماضيه، وهو رسميا بيبدا زي ما انت عارفه كده ديسمبر او اخر ديسمبر يناير فبراير، وبتشتد ذروته في ايه ما بين فبراير ويناير، بتبقى يعني ايه ذروه الطقس. طب بس بيقولوا ان هتبقى الامطار اقل، حتى الثلوج اللي بتنزل على سانت كاترين باعتبارها اكتر منطقه يعني من بتبقى تحت الصفر في جمهوريه مصر العربيه هتبقى اقل. فاحنا يعني خلينا نقول ان في ايه نوع من انواع الايجابيه في استقبال الشتاء هذا العام. دايما استقبال الشتاء بيكون في ايجابيه يا مصطفى، الا يعني قصه التحورات الانفلونزا هي شديده السنه دي شويه. ربنا يسلم، احنا على طول واخدين اجراءاتنا الاحترازيه وربنا يسلم. خلاص يمكن فكره الشتاء والتحورات احنا كنا متعودين على الانفلونزا، هي بس بقت لها مسميات لاكثر والاقل، لكن الانفلونزا والتقلبات الجويه في الاوقات دي احنا متعودين عليها. ده حقيقي، ودايما كنا بنقول ان انت يعني مش معنى انك يعني بتحب الشتاء انك ما تاخدش بالك من لطشه البرد، لا لازم تلبس تقيل، لازم تحافظ على صحتك، ومش بس تحافظ على صحتك، لازم ايضا تحافظ على صحه كل اللي حواليك، ان الصحه دي امانه ربنا بيديها لك، وفي نفس الوقت لازم تحافظ عليها في اطارها ان انت ما تعديش اللي جنبك، وخصوصا مع متحورات الانفلونزا زي ما قلنا يا مان. اكيد عايزين بس نفكر بعض مع بدايه الشتاء، كل اللي عنده ملابس ما استخدمهاش طول الموسم اللي فات خلاص ملهاش مكان في دولابك تاني، المكانها هتكون في دولاب حد تاني. كل اللي عنده جاكيت زياده ده الان الاوان ان هو يطلعه لحد محتاجه، ممكن يساعد بيه شخص يكون محتاجه، وده نوع من التكافل احنا كلنا كمصريين متعودين عليه. النهارده هنتكلم معاكم على مدار 3 ساعات، هنكون موجودين معاكم، نتصبح على حضراتكم مره تانيه وصباح الخير يا مصر.